في خطوة مفاجئة من شأنها إنقاذ الليرة السورية من التدهور وإنعاش الاقتصاد السوري بشكل سريع، قررت الصين التدخل لتصحيح الأوضاع الاقتصادية في سوريا من خلال قرار مفاجئ. فما القصة؟ وسائل الإعلام السورية تحدثت عن أن هناك قراراً صينياً جديداً من شأنه أن يحدث انفراجة في الوضع الاقتصادي في سوريا، والذي يشهد أزمات غير مسبوقة. ففي الوقت الذي يعاني فيه السوريون من أزمات اقتصادية عديدة ورفع الأسعار بشكل مستمر، قررت الصين التدخل لكسر هيمنة الدولار على التبادلات التجارية في سوريا ودول العالم. ذلك القرار سيكون له تبعات إيجابية عديدة في حال تطبيقه، حيث سيصب بمصلحة الليرة السورية والاقتصاد السوري. وبحسب تصريحات الخبير الصناعي والخبير الاقتصادي السوري عاطف تيفور، فإن الصين بدأت بالفعل بقبول الحوالات التجارية باليوان من سوريا ومعظم الدول حول العالم، لكن القرار الرسمي لم يصل إلى الشركات بعد. واعتبر الخبير الاقتصادي أن تلك الخطوة الصينية بمثابة المنقذ للعملات المحلية للدول التي تعاني من تضخم بسبب الدولار، حيث سيحد ذلك القرار من هيمنة الدولار على التبادل التجاري عالمياً. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك القرار مهم للغاية، حيث سيعمل على دعم الليرة السورية وتعزيز العملات المحلية، بالإضافة إلى أنه سيعمل على تخفيف آثار العقوبات على الاقتصاد السوري والنهوض به من جديد. يأتي ذلك القرار في ظل تردد العديد من الأنباء حول بدء دخول الصين على خط الاستثمار بقوة في سوريا، حيث تسعى لإنجاز مشاريع اقتصادية ضخمة في سوريا كخطوة أولى ضمن مشاريع التعافي المبكر. وبحسب ما جاء في التقارير الإعلامية، فإن بكين تسعى خلال الفترة القادمة للعب دور أكبر في منطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق أو طريق الحرير الجديد والذي يمر من الأراضي السورية ودول أخرى. وبحسب المحللين، فبكين تسعى حاليا لتفعيل دور العملات المحلية في دول المنطقة، ومن بين أهدافها دعم الليرة السورية والاستثمار بها وإعادة هيكلة الاقتصاد السوري من جديد بما يخدم مصالحها ويساهم بنهضة الاقتصاد المحلي أيضاً. ويرى خبراء الاقتصاد في سوريا أن تلك الفترة مناسبة جداً لخطط الصين في سوريا، حيث إن هناك حاجة ماسة لمثل هذه المبادرات والاستثمارات من أجل فسح المجال أمام إمكانية النهوض بالواقع الاقتصادي المحلي. ففي حال قامت الصين بضخ أموال ضخمة في الاستثمارات في سوريا خلال الفترة القادمة، فإن ذلك من شأنه أن يغير الواقع الاقتصادي السوري بشكل كبير في المجال.